اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا انتي ثروه. النهارده موضوع حلقتنا هنتكلم فيه عن الثقه بين الزوجين، ازاي الزوج والزوجه بيفقدوا الثقه بينهم، وبتبنى على اساس ايه، وايه الاسباب اللي بتؤدي لفقد الثقه بين الزوجين، وازاي نتجنب حدوثها بينهم، لان لو الثقه فقدت خلاص تقريبا ان الحياه بتنتهي بين الزوجين، ولا ممكن ان احنا نكمل ونعالجها. هنعرف كل الكلام ده مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، استاذه امل شعبان، استشاري اسري وخبير التنميه البشريه وكاتبه في التنميه البشريه. اهلا بيك يا استاذه امل. اهلا بيكي واهلا جميع المشاهدين، واهلا باسره البرنامج واسره القناه كلها. اهلا بيكي. النهارده عندنا موضوع مهم جدا. فعلا مهم جدا، بشكرك عليه. يعني فعلا ان الثقه لو فقدت بين الزوجين، يعني انا اعتقد ان الحياه بتقف خلاص. فايه اللي بيخلي الثقه تفقد بين الزوجين؟ اولا عايزين نقول حاجه مهمه جدا، ان اذا اردت ان تهدم دوله فاهدم الاسره. صح. فالاسره هي النواه، لو فعلا هدمت يبقى الدوله نفسها هدمت، لان هي النواه. طيب اذا اردت ان تهدم بقى الاسره، فقد الثقه، الاعمده. صح. عارفه لما نيجي نبنوا بيت، ما ده الاساس. ده صح. الاساس، وده الاعمده اللي هتبنى عليها الحياه الزوجيه. صح. فلو فقدت الثقه بين الزوجين، يبقى فقدت الحياه الزوجيه، وفقدت السعاده، وفقد صح النجاح الزوجي. صح. فبشكركم على الموضوع المهم جدا، لانه فعلا مهم، ولازم بناتنا ويمكن احنا في البدايه بنحب نقول يا ريت بناتنا وشبابنا واولادنا ياخدوا دورات في التعامل مع الاخر، الجنس مع الاخر. ايوه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب المتزوجين برضو، المتزوجين برضو ياخدوا، لان لو فعلا في بعض المشاكل الزوجيه، بنبقى احيانا الزوجين لسه مش عارفين، ما عندهمش الخبرات الكافيه. صح. اللي هي تقول لهم ايه الخلل جاي فين، فممكن يقدروا يروحوا ياخدوا دورات، وحتى على اليوتيوب دلوقتي موجود برضو، ممكن يقدروا يدخلوا ويتفرجوا عليها ويتعلموا. حاجة تانية، لو لقوا في حاجة هم مش عارفين يحلوها مع بعض، يبقى في حتى استشاري أسري يقدر، في دكتور يتعامل معاهم، يقدر يتعامل معاه، يقدر بالزبط يحل المشكلة. مسألة بقى فقد الثقة بين الزوجين، موضوع الثقة يعني إيه؟ الثقة بين الزوجين يعني إيه؟ يعني الطرف، أحد الأطراف بيشك. لو شكيت يبقى خلاص، يبقى عدم الشك، يبقى الثقة عكسها الشك. يبقى عدم الشك في نوايا الآخر أو أخلاقه أو تصرفاته بيؤدي لفقد الثقة، يؤدي إلى. يبقى لو أنا شكيت في نوايا الآخر، لا أنت مش نيتك كده، ده أنت ليك نية تانية، أو أخلاقه أو معتقداته أو أفكاره، يبقى أنا بشك فيه، يبقى أنا فقد الثقة فيه. طب إيه الأسباب بقى؟ إيه الأسباب اللي بتخلي بين الزوجين بنلاقي يفقدوا الثقة بينهم وبين بعض؟ حاجة مهمة جدا بين الزوجين، إن لازم يكون في صراحة. لازم يكون في صراحة، لازم يكون في صدق وصراحة. دي نمرة واحد وألف به بين الزوجين، إن يقولوا لبعض على كل حاجة. أحيانا الزوج ما بيتحملش بعض صراحة الزوجة، أو الزوجة ما بتتحملش بعض صراحة الزوج. هنقول لها طب لو أنت عرفتي الموضوع اللي قالك عليه وأنت زعلتي اللي هو قالك عليه، طب لو عرفتيه من بره هتبقى فيه مشكلة؟ أيوه هيبقى فيه مشكلة. طب أنت لو هي ما صرحتكش بالحاجة اللي هي قالت لك عليه وانت عرفتها من بره، هتبقى تزعل؟ ايوه هزعل. يبقى لازم الصدق والصراحة مع بعض. احنا ابتدينا مع بعض، حطينا ميثاق غليظ، الميثاق الغليظ اللي فيه بنود، اولها الصراحة والصدق مع الاخر. صح. احيانا فقد الثقة بيكون ليه اسباب. اسبابه ايه بقى؟ ممكن الشخص نفسه عنده فقد للثقة في نفسه. أنا كنت لسه أقول لحضرتك، أنا يعني فقد ممكن الثقة الشخص في نفسي، نفسه أنا ما عندوش ثقة في نفسه، أيوة دي فبالتالي إن هو بقى بيغير بشدة وبيشك بشدة بدرجة غريبة جدا، فقد الثقة في نفسه، فخلاص فقد الثقة فيها أصلا. يعني فقد الشيء بيقولوا لا يعطيه، لا يعطيه. تمام كده؟ أنا فقد الثقة في نفسي ومش حاسة إن أنا أقدر أعمل كذا وأعمل كذا، يبقى أنا هدي الثقة للي قدامي إزاي؟ يبقى دي نمرة واحد، يبقى ما عنديش حاجة أديها له أصلا. وقد تكون مسألة مرضية، وقد تكون موروث ثقافي، يعني أو قد تكون عن تجربة، وقد تكون يعني تجارب هي عاشتها أو هو عاشها، أو هو عاشها فخليته أنه هو خلاص ما بيثقش في حد، أو هي ما بتثقش في حد. تمام. يبقى عدم الثقة أحيانا، عدم الثقة بالنفس أحيانا، الموروث الثقافي طلع من بيت أو طلعت من بيت في عدم ثقة بين الأب والأم. صح. كان في تجربة سابقة لي، وشاف أن الأم خانت الأب، فبقى في عدم ثقة في الزوج. صح. الأب
خان الام، ففي عدم ثقه في ايه في الزوج. حتى يا استاذه امل لما بيرجعوا يعني في بيبقى ساعات الراجل والست بينفصلوا شو يعني لظروف ما يعني، وبعدين يجوا يرجعوا تاني تحس ان هم مش واثقين في بعض، او بيمتحنوا بعض من جديد، او بيدرسوا بعض من جديد يعني. حسب درجه الثقه. بالظبط، حسب درجه الثقه. هم رجعوا يعني احيانا بيحصل فعلا انفصال انفصال وبعدين بيرجعوا. بس تحس ان هم يعني ايه، لا ده واثق في ده ولا هي واثقه فيه ولا اي حاجه خالص. الثقه بتيجي من حاجتين، بتيجي من حاجتين يعني مصدرها حاجتين. لا يمكن هتلاقي اتنين متزوجين في السنة الأولى وعندهم ثقة كاملة في بعض. يبقى عايزة وقت، يبقى عايزة وقت يختبروا بعض. أنا اختبرت اللي قدامي في موضوعات كتير في على مدار السنة، وهي اختبرتني، فبدأت إيه أثق في الآخر. كمان المواقف، في موقف طب يا دكتور معين هو اللي باين الشخص اللي قدامي ده. طب ما في فترة خطوبة، ما هي دي بيتبني فيها الصراحه، وبيتبني فيها الثقه، وبيتبني فيها الامان، الاحتواء يعني. دي احنا يعني دي المفروض ان الفتره دي اللي بتبين كل حاجه، رغم ان هي للأسف. فتره الخطوبه دي انا بعتبرها الوجه الاخر لكل الطرفين. هو ده المفروض. ده المفروض ان فتره الخطوبه احنا بنعملها عشان خاطر كل طرف يعرف الطرف الاخر كما ينبغي. بيقعدوا ويحطوا انا سقف توقعاتي بالنسبه للطرف الاخر كذا وكذا، انا عايز منك ايه، انا بتجوز ليه، طب انت في الحاله لو حصل كذا وكذا انت هتعمل ايه، طب انا عايزني اعمل ايه مع اصحابي مع اهلي مع جيراني مع كذا. بنقعد وبنحط الحاجات دي. لكن لو ما فيش فتره الخطوبه، احيانا بتكون فتره الخطوبه كلها قصيره لا احيانا حتى لو طويل، احيانا بتكون قصيره فما بيلحقوش يقولوا كل حاجه، احيانا بيكون مسافر، احيانا بيكون بيتفسحوا وبيعملوا حاجات تانية، فبيبقى القواعد والمبادئ قليلين الكلام المفروض يعني يحطوها مع بعض ويناقشوها ما بيناقشوهاش، بيبقوا مشغولين بحاجات تانية، وقد يكون مشغولين مثلا بترتيب البيت او ببناء البيت، ويبقوا سايبين الحاجات الأساسية اللي هي ممكن تهدم هذا البيت أكيد. اللي هو اتبنى. فيبقى فترة الخطوبة المفروض ان هم بيعرفوا ده. طيب هل فترة الخطوبة بتبين كل حاجة؟ لا ما بتبينش كل خالص. حاجة، حتى لو كان كل واحد إلا إذا كان إلا من رحم ربي. في ناس هم في ناس كويسين لا أنا يعني مش عموما، هو في ناس بتبقى صريحة من الأول ومبينة كل اللي جواها علشان تقدر إن هي تكمل. لو كل واحد كده يبقى هندخل حياة زوجية سعيدة وناجحة. لكن لو أحد الطرفين أخفى بعض الأخلاقيات عنده، تظاهر ببعض الأخلاقيات اللي هي ما بيكملوش ما كانتش موجودة فيه، وهو بيظهر حاجة ولما خلاص اتقفل عليهم باب فظهر شخصية تانية خالص. صح. فيبقى فين بقى فترة الخطوبة؟ لا يبقى احنا عندنا السنة الأولى من أهم السنوات، ويمكن دي اللي بنلاقي فيها طلاقات كتير، السنة الأولى والسنة السابعة فعلا، يعني دول السنتين اللي أكتر حاجة، أو السادسة، دول السنتين اللي بيبقى فيهم أكتر حاجة طلاق، أو بعد 25 سنة لما خلاص بقى يبقى بالظبط. يبقى السنه الاولى لان هم بقى بداوا يبنوا البيت من جديد، بداوا يبنوا الاسس، بداوا يتحطوا في مواقف هم ما كانتش في بالهم يناقشوها. فيبقى نقعد، ما كانوش عاملين حسابها او ما كانوش فاضيين مثلا. فيبقى ايه، يبقى هنا هيقعدوا يبنوها ويقعدوا يتناقشوا يتحاوروا. طب في حد في احد الطرفين اخطا، اصل مش كل عدم الثقه نتيجه عدم الخيانه، في حاجات لا كتير، في حاجات تانية. فيبقى في احد الطرفين اخطا، هل افقد الثقه خلاص في الاخر؟ لا، نبدا ونحط قواعد. طب احنا كنا حاطين قواعد، لا نحط قواعد تاني، نحط بناء على الايه الاشياء الجديده اللي احنا نغير طريقه التعامل، نتكلم مع بعض اكتر. عايزين وقت وعايزين مواقف، هي دي اللي بتبنى بيها الثقه. بعد السنه الاولى هتلاقي بداوا يفهموا بعض كويس جدا، بداوا يعرفوا هي تعرف ايه اللي هو بيحبه، فبتعمله اوتوماتيك حتى لو هو مش موجود، وهو كذلك. يعني هي بتزعل مثلا ان هو بيقعد يهزر مع هو شخصيته كده، هو شخصيته مرح، بيحب يهزر مع اولاد خالاته اولاد عماته قرايبه. لو فهمته وعرفت ان هي داخله لا ده بيحبها، لا ده هي حست بالامان. بس دي بتبقى غيره يا استاذه امل يعني إيه؟ يعني دي مش عدم ثقه في نفسها ولا ثقه فيه، بس هي بتغير عليه. ايوه الغيره محموده، لكن الشك احيانا الغيره بتصل الى الشك. لو بالزبط. وصلت الى الشك يبقى هنا بقت غير محموده، لكن الغيره البسيطه مطلوبة. كويسه مطلوبه طبعا اكيد ومن أكيد. الزوجه على الزوج بتبقى زي ايه، زي حمايه.
قبل ما الموضوع يتطور. نظرة في ابتسامة في لقاء في موبايل في كذا في فيسبوك في ده بقى يعني سريع دلوقتي، اسرع من كده يا استاذ امل على فكره، يعني ده الحاجات دي بقت اسرع دلوقتي. فهي لما الاخر ياخد باله، لان ده نوع من الاهتمام ونوع من احساس بالامان بالنسبه للشخص، لما حاسس بالامان خلاص اضحك زي ما انت عايز، انا عارفه ان داخلك مش حاجه مش وحشه، حاجه مش حاجه سيئه او حاجه مش كويسه، يبقى مش هتخونه. لو قال لها، لو حد قال لها ده انا شايف فلانه بتضحك مع جوزك، هتقول له انا عارفه، انا جوزك بيتكلم على حد عشان يتجوز عليك. استاذه امل بس ساعات يعني الرجاله بتسوق فيها، يعني اللي هو ايه، لا ما هي خلاص عارفه ان انا مش عارف ايه، طب اهزر بقى براحتي وكده. عارفه احيانا الناس تقول لك ايه الثقه، انا بثق في الاخر، ده ثقه عمياء. ماشي، لا احنا عايزين ثقه مفتحه، مش عايزين ثقه عمياء. الثقه العمياء يعني انا مش يعني شايفه اثق اللي بس قدامي، انا شايفه وموجوده انا بدي متابعه. الثقه للي قدامي وفعلا عطياله الثقه ومصدقاه، بس عيني عليه. على فكره مش مع الزوجين بس، مش بين الزوجين بس، ده مع اولادنا محتاجينها، مع مع الاصدقاء اصدقائنا محتاجينها، صح، مع ازواجنا محتاجينها وزوجاتنا، يبقى ده محتاجينه، ان يعني يبقى دي موجوده، لازم تبقى ادي للي موجوده في قدامي الحياه مساحه بين من الناس. الثقه. موجوده موجوده، فلازم اديله مساحه من الثقه، والا لو انا خونته في كل حاجه هو بيعملها هتبقى في هدم للعلاقه. للبيت. عشان يعني ايه تبقى حياه فيها اريحيه وفيها صح سعاده وحاسس صح ان هي فعلا كده، يبقى لازم ادي مساحه من الثقه، حتى لو انا شاكه. اصل الشك خدي بالك احيانا الشك بيدمر العلاقه، وغالبا بيدمر العلاقه، لان هي هتبقى مش حاسه من جواها بالامان، او هو خالص لو هي كانت ولا بنفس حاسه براحه الشخصيه دي كمان، يعني ولا براحه ولا بامان، فهيبقى لا الحياه صعبه، وفي ناس بتبقى ما بتقدرش تتعامل مع هذه بالظبط. الضغوط. طب استاذه امل انا عايز اقول لك على حاجه، اتفضل. يعني لما بيفقدوا الثقه بينهم وبين بعض، هل الحياه بتقف على كده ولا ممكن يكملوا، يعني يدوا نفسهم فرصه تاني ولا خلاص يقفلوا؟ يعني في واحد عايز مثلا يقفل الحياه او يعني خلاص ما يكملوش مع بعض، والتاني عايز يكمل. طيب هو احنا بنقوله لو فقدت الثقة نهائي فبيبقى صعب ان هي ترجع، حتى لو رجعت ممكن تنتهي تاني، ما اذا بتبقاش ما زي كانش، الاول، ايوه اذا ما كانش فيهم احد الطرفين. يعني حضرتك بتقولي ان في يعني احد في الطرفين عايز طرف، في تمام، طرف، لكن الطرف التاني مثلا خلاص فقد الثقة لو ومش عايز قدر يكمل. تمام، لو قدر احد الطرفين اللي هو عايز يكمل العلاقة وفعلا كان هو اللي غلطان، وبدأ يقول انا فعلا غلطت، ودي على فكره دي اللي بتعيد بناء بتعيد الثقه. الحياة مرة تانية. لكن في ناس بيبقى عندها كبر وكبرياء، تقول لك لا بالظبط. انا ما غلطتش، انا كده، وان كان عاجبك وتخرب البيت على كده. على كده. لكن صح. نمره واحد لو عايز يعيد الثقه ويعيد الاسره مره اخرى، يبقى نمره واحد يبقى يقول انا غلطت، انا اسف، هتتحل كل زي المشاكل. التوبه، عارفه زي ما التوبه، اصل يا دكتور مش عيب ان الواحد يعتذر، ومش هعمل مش تاني لازم تعتذر، انت ومش هعمل ممكن تاني. تقول انا غلطان وخلاص، يعني انا غلطان وتحاول تصلح الغلط اللي انت عملته سواء الراجل او الست، لكن الكبر واللي هو فعلا انا كده، واذا كان عاجبك او اذا كان عاجبك او الكلام ده كله، ما ده بيؤدي في الاخر لخراب البيوت، بيعود على الاولاد. ما يبقى انت نمرة واحد ان هو يعترف بغلط عشان بالغلط. نعيد بقى البناء البيت تاني. تاني حاجة ان الطرف التاني يسامح، خلاص يبقى يديله مساحة، خلاص انا هديك فرصة تاني، بس لو اللي حصل ده لو حصل يبقى خلاص. واحيانا السيدات او المرأة بتدي فرصة واثنين وثلاثة، حقيقي في الاستشارات اللي احنا بنشوفها فعلا بتدي مرة واثنين وثلاثة للزوج، وغالبا يعني بيبقى الزوج هو اللي هو مخطئ، دايما يعني هو الزوج اللي هو اللي يعني مخطئ. يعني ماشي، احنا مش فيبقى هي بنيجي يكون في عليهم، مساحة هي كمان احنا من مش بنيجي السماح. عليهم يعني يا استاذه امل، لا يعني لا احنا لا لا محايدين، بس هو دايما الراجل اللي بيضطر ان الست تفقد الثقه فيه من تصرفاته، يعني من طريق يعني بطريقته بتصرفاته بكلامه، يعني في راجل اصلا، يعني انا اعرف معظم يعني شويه رجاله كده يعني ما بيعملوش اي حاجه غلط، بس هو متعمد يخلي الست تشك فيه. طب ليه؟ يقول لك لا انا عشان عايزها كده على طول تبقى، في يعني فعلا بعض الرجال بيعمل كده، وفي بعض السيدات بتعمل كده برضه، ان هي دايما مخلياه يغير عليها، او دايما مخلياه تغير عليه، فيعاكس واحده، يبص لواحده، يعمل ان هو بيتكلم. فعلى بالظبط. فكره ده المراه بتحب الامان،
دي الحاجه الوحيده اللي تخليها بتحب بيتها قوي وتحافظ على الحياه الزوجيه، حته الامان، احساس بالامان. في ناس يقول لها انا هتجوز غيري، انا خلاص اصل انا شوفي لي مش عارفه واحده، اصل البنت دي جسمها حلو، اصل البنت دي افكارها عجباني، اصل دي كذا. هو بيغيرها دايما، هو مش عارف ان هو بيدق مسمار في نعش حياتهم الزوجيه. ده حياته هو كمان بالذات، ما هو حياتهم يعني في دماغه بقى، يعني هي خلاص بتركز معاه اكتر، فخلاص هي ممكن تفقد الثقه فيه. هي ممكن تفقد الثقه فيه وتخلي بقى الحياه جحيم، صح، وينهدم فعلا البيت اذا كنت خلاص مطروح. يا اما ترمي توبته وتقول له خلاص لما تبقى تتجوز ابقى انا خلاص، يا اما بقى تتعامل وترجعه تاني وتهديه. فهو لازم يكون مساحه، بالظبط، يبقى لازم يكون في مساحه ايضا من الاخر، من الطرف الاخر، انه يقبل ان هو يرجع عشان يعيد الثقه ويديله فرصه تانيه ويكملوا مع بعض. طب انا هاخد اتصال يا دكتور استاذ امل ونرجع تاني. اتفضل ام سهيله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم استاذه امل؟ اتفضلي. انا عايزه اشكرها على المعلومات القيمه دي وربنا يخليها لينا يا رب. شكرا، ربنا يخليك. الله خير. ازيك يا استاذه امل؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اهلا حضرتك بيك. عارفاني؟ لا والله، بس اهلا بيكي. انا ام سهيله، مسجد الابدال. اهلا بيكي، اهلا بيكي، اتفضلي سؤال. والله ربنا يخليك، ربنا ان شاء الله يعدي الايام دي. جزاك الله خير على المعلومات الجميله اللي حضرتك بتفيدينا بيها. سؤالك ام سهيله. شكرا، ربنا يخليك. انا بسلم على حضرتك بس، وبشكرك على الهوا وعلى المعلومات. شكرا. وعلى الخدمات اللي انت بتعمليها لنا. شكرا. انا عايز اسالك سؤال يا ام سهيله، انت متجوزه طبعا؟ اه طبعا. طبعا عامله ايه مع جوزك؟ لا انا منفصله. كان فيها عدم ثقه يا ام سهيله؟ كان فيها عدم ثقه يا ام سهيله؟ ايوه، ومشاكل كتير، واستاذه امل ساعدتني كتير. طب يعني انت ما حاولتيش ترجعي، يعني ما حاولتيش تكملي او ترجعي البيت تاني، ولا انت خلاص؟ لا، الاستاذه عارفه ان ما كانش فيه، لان كان لازم محلل. الطلاق ثلاث طلقات. ربنا يا رب يصلح لك حالك، ربنا يصلح لك الحال ويعوض صبرك بحاجه احسن ان شاء الله. ربنا يخليكي لينا يا استاذه يا رب. شكرا لك. شكرا لك، شكرا على اتصالك يا ام سهيله. يعني برضو دي حاله، برضو يعني دي يعني سبب الطلاق عدم الثقه. هي فعلا تعرضت لمشاكل كتير، انا افتكرتها، بس فعلا تعرضت لثلاث مرات. يعني انت حتى لو هي، انا هتقول لها انت ما حاولتيش ترجع البيت والحياه. لا حاولت، هي حاولت، وعشان ولادها لازم محلل، وعشان ولادها، وحاولنا اكتر من مره، لكن خلاص هي استحالت العشره. وكان كثره الطلاقات بتخلي اصلا المراه عندها عدم احساس بالامان في ان هي خلاص بقى تكمل. يعني حتى لو كان في بقى هي تزوجت وهو تزوج ويرجعوا تاني. في ناس بتعمل كده على فكره، عندي بعض الحالات اللي هو كان في ثلاث طلقات، وبعدين هي تزوجت وفي اولاد، وهو تزوج وبعدين هي ما نفعتش زوجتها، رجعوا تاني، فرجعوا برضو عشان الاولاد، بس عشان في ثقه وعشان في حب. على فكره الحب كمان يعني حاجه مهمه جدا، ان يكون في حب بين الازواج. اذا ما كانش في الحب، اذا فقد الحب خلاص هترجع ازاي؟ ما هي مش هترجع، لان لو في حب بينهم هي مش هترتاح مع راجل تاني. صح. عارفه البصمه، عارفه البصمه اللي هو هي على فكرة. البصمه الاولى يعني بتاعت الزوج الاول. انا برضو عايزه اقول حاجه يا استاذه امل، ان الراجل برضو لما بيحب بيحب، يعني مش عايزين برضو نجني على الرجاله عشان احنا ما بنجنيش على حد. لا في طبعا، انا مع يعني الاثنين الرجاله. الرجاله لما بتحب والله يا جماعه فعلا بتبقى مخلصه جدا، وثقه وخوف واحتواء وكل حاجه يعني. وفي رجاله تانيه خلاص ما ببقى ميؤوس منها طبعا، بس احنا ما بنجنيش عليهم برضو، يبقى في اسباب برضو بتحصل بين الزوج والزوجه. الموروث الثقافي اهم حاجه يا استاذه، اللي بيدي للرجل بعض الصلاحيات ان يعمل اي حاجه والزوجه لا. فهو ده بيبقى المراه حاليا مختلفه عننا، اللي هي البنات الصغيرين مختلفين عن جيلنا، احنا مختلفين عن الجيل اللي صح قبلنا، هم مختلفين صح عن اجدادنا مثلا اللي كانوا اختلاف موجودين. اختلاف في كل حاجه. لا انت تخنقني يعني ليه؟ انت تخنقني ليه دلوقتي؟ انت عملت تقفل عليا هنا وهنا وهنا. يعني انا انا يعني انا عندي بنتي مثلا غيري، طباعها، اسلوبها في حياتها، يعني كل حاجه غيري. يعني ممكن تاخد مني حاجات، لكن هي من الاساس هي غيري خالص، مختلفه جدا يعني. اكيد، ليها راي وليها شخصيه، ومحدش يتحكم فيا ومحدش، فهي كده. الزوج اختلف والزوجه اختلفت والافكار اختلفت. عشان كده بنقول لهم اقعدوا ومع بعض لازم قبل الزواج، ولازم تشوفوا ولازم ايه يعيشوا بعض كويس، اللي انت بالظبط صح، ايه اللي انت عايزه مني وايه اللي انا عايزه منك. لان مشكلتنا ان احنا بندخل الزواج وكل واحد عنده سقف توقعات عالي. صح.
انا عايز ده انا هتجوز عشان هي هتعمل كذا وكذا وكذا، وهي برضو هتجوز عشان هو يعمل كذا وكذا، ويخشوا يصطدموا بده طبعا. فكل واحد ايه ده، لا انا مش سعيد، انا ما كنتش متوقعه كده، مش متوقع لا انا ما كنتش ده، عارفه ان انا هعيش معاك كده انا يمان. فخلاص يبقى السهوله اسهل، الجيل الجديد بقى اسهل ان هو ينفصل، وخاصة إذا كان فعلا ما فيش أولاد. حتى دلوقتي الأولاد برضو ما بقتش تفرق، والله ما لأن بقتش أنا تفرق يا ليه أستاذة أنا أمل، قاطع يعني نفسي؟ وجود الأولاد بين الزوجين ما بقاش يفرق إن هم يكملوا أو ما يكملوش. عارفة ليه يا أستاذة؟ عشان أحيانا بيكون الضرر للأولاد، وهو شايف الأب والأم بيتخانقوا أكتر ما من أكيد. إن هو ما ده يكونوا بيعود عليهم منفصلين وعايش نفسيا حياة نفسية ومعنويا كويسة. طبعا طبعا. فيعني ربنا يصلح حال الشباب يا رب والبنات وجميع الأسر، ويبقى في بينهم ثقة لا لازم مفتحة. احنا نتمنى ثقة مفتحة مش ثقة عمياء. هناخد اتصال. اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ام ورحمة سيف؟ الله. الحمد لله كويس، اخبار حضراتكم ايه؟ الحمد لله. هو انا والله يعني انا فاقده الثقه دي، لان انا السنه حصل انفصال بيني وبين جوزي بسبب غيرته وشكت سنه عن لزوم، وانفصلنا سنه ورجعنا تاني، ما جتش سنه عشان خاطر الاولاد. بس للاسف برضه هي نفس المشكله موجوده، غيرته صعبة جدا، شكله بطريقة غير طبيعية. آخر مرة احنا متخانقين دلوقتي بقالنا شهرين ما بنكلمش بعض، بسبب ان هو يوتو ماسك الموبايل في البيت، يقول انا عايز اعرف انت بتكلمي ايه، اللي بتقول لهم ايه، ده الموبايل بيسجل لنا، الموبايل بيسجل الكلام، اي حوار بيحصل بينه وبين اهلي او اي كلام انا بقول بينه وبين اهلي. ولما جيت بقول له كده ليه، بيسجله. قال لي انا عايز اعرف انت يعني انت ليه، انا رافضه انا معايا دلوقتي ولدين ورافضه ان انا اجيب التالت. انا يعني ما قلت له انا مش مامنه لك اساسا، انا ما اعرفش يعني الدنيا ماشيه معانا ازاي او هتمشي معانا ازاي بعد كده. بس فما زاد دلوقتي هو خلاص، انا بقول يا ده غيره وده حب، بس طبعا يعني هي غيرته زياده ان انا لزوم، ممنوع ان انا اكلم حد، ممنوع ان انا حتى يعني كل اي صله باي حد، حتى اخواتي مثلا التهريج لا، يعني انت ما تخرجيش قوي كده، خلي عندك حياه في التهريج، ده اخواتي واهلي وناسي. ام سيف، ام سيف معلش عندي سؤال، انت متجوزه بقى لك كام سنه؟ كده 10 سنين. 10 سنين وهو من اول سنه وهو كده؟ اول سنه دي بتبقى طبيعيه، كل عسل في عسل يعني. طبعا هي اول سنه بتعدي جميله، تاني سنه طيب ايه بقى يعني الطلاق حصل؟ يعني هو من تاني سنه وهو دي تصرفاته ودي طريقته؟ من تاني سنه انا كنت قاعده في بيت عيله، لا يعني البس الخمار، البس النقاب، البس الجوانسي، ما تهزريش، حتى انا اخواتي ماليش علاقه بيهم، في بيت عيله هو السلام عليكم 10 سنين السلام عليكم بس، اللي هو اي حد اخواتي موجودين اروح طالعه تاني شقتي. هو متزمت قوي يا مصيف كده ولا هو بس كده يعني تصرفاته؟ يعني هو طبيعته متزمت يعني ولا هو معايا انا بس كده؟ بس معاك انت بس، يعني مع الناس التانية عادي بس معاك انت كده؟ يعني مع الناس اللي انا بشوفه بيضحك مع الزباين، بيضحك مع الناس في شغله، يعني اللي هو بره بحال وجوه بيته بحال تاني. يعني ممكن اشوفه مثلا، ومثلا لو بيحل مشكله بين زوجين وكده لازم الواحد يعدي الزوج عم طيب قوي. ايوه بيحافظ على بيوت الناس وكده، ويعني غلبان. انا متركت بقول له والله لو انا مش مراته لسه في درجه من الحب يا مسيف. طب مسيف لسه في حب بينكم يعني، او لسه انت حاسه ان انت بتحبيه يعني، في شويه حب كده لسه باقيين ولا خلاص؟ انا لما انفصلت منه لقيت سنه الاولاد طبعا تعبوا جدا جدا، وكانوا بيعيطوا عليه، وكانوا حاله يعني ما يعلم بها الا ربنا. هو في كتير كتير كويس، بس هي نقطة الغيرة اللي ممكن زايدة، وأنا حاسة زايدة عن اللزوم. يعني أنت حاسة إن أنت ممكن تتغاضي عنها، ولا أنت تعبتي من يعني من الطريقة دي استحملها؟ لا والله ما حتى لو تعبت ما فيش حتى يعني فرصة تانية يعني. طب هو تزوج من غير تزوج واحدة تانية؟ لا انفصلنا سنة وما اتجوزش، رجعنا تاني. ده بيحبك بقى؟ طيب ما هو اكيد في حب والله بقى. كده بس بصي يا مصيف، انتوا لازم لما يكون راجعين بترجعوا عشان بعض، مش اساسا عشان الاولاد. لو انتوا بترجعوا عشان الاولاد بيفضل الموضوع زي ما مستمر هو، زي ما هو الاخطاء. لكن لو انتوا راجعين هو حس ان هو اخطا، هو حس ان هو متزمت قوي عليكي في حين ان دي مش شخصيته، يعني لازم هو اللي يكون البدايه منه، هو ان هو يتغير، يحس ان انا لا ده انا زي ما انا ما بقول للناس بره حافظوا على بيوتكم، على الاقل يعاملها زي ما بيعامل الناس بره، يبقى لازم ده يعني في اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. صح، يعني في ناس بتبقى ممتاز. عامل ايه هو بيقول لك ايه؟ ما تطلعيش بره،
ما تعرفيش الناس بيبصوا ازاي، ما تعرفيش الناس بتتعامل ازاي. انت ممكن نيتك كويسه والشخص للاسف اللي قدامك لا. في تناقض، في تناقض هنا في هو الشخصيه هو كده نفسها. متناقض يعني شخصيته متناقضه، متناقضه مع نفسها. ده يعني عايز حد يكون فيه استشارات اسريه، اي مكتب اسري. طب انت ما فكرتيش تقعدي تتكلمي معايا يا ام سيف، يعني تفهميه بالراحه، تتكلمي معايا؟ كلمتهم الله معاك كتير وبيقتنعوا، وبيقول لي ان انا غلطان وان انا فعلا عندك حق وان انا هتغير وان انا وان انا هتغير. بس طبعا يعني طب حاولي تدي له فرصه تانية، وان شاء الله في ناس بتتغير برضو مع الايام. يعني ادي له فرصه مش تانية عشان بقى يعني الاولاد بس، الاولاد هيتربوا، لكن عشان في حب، هي لسه بتحبه اللي بينكم. يعني هي لسه بتحبه. ايوه بتقولي فيه هو صفات كويسه، فممكن ايه مع الفتره يزيد الثقه، يعني حسسيه انت بثقه فيكي، وان مهما كان بيحصل الاشياء او حد شافني فانا ملتزمه الاخلاق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. المهم الاخلاق، في ناس بتبقى ملتزمه شكلا لكن اخلاقيا لا، مش ملتزمه. فانت عايزني ايه؟ انا ملتزمه اخلاقيا، فيبقى انت لازم تثق في ده. انت شايفني من بيت كويس، مع شويه بشويه الثقه هتيجي مع الوقت ومع المواقف. اللي هيلاقي اكتر من موقف، اكتر من موقف انتوا فيه هيزيد. شكرا على اتصالك يا ام سيف، شكرا ليك، ربنا يصلح حالكم يا رب. طب يعني يا دكتور، طيب يعني معلش ايه يعني، هو اصلا يعني ذو وجهين. في ناس يعني عندها هو بره بيعامل الناس وينصح الناس ويحافظ على بيوت الناس وبيرشد الناس، وانت في بيتك يعني ده نوع من الاسقاط. احيانا بيكون الشخص مريض نفسيا، ما انا عايز اقول عايز يعالج نفسيا. عايز اقول لك حاجه، هو كده مريض نفسي، ما عندوش ثقه في نفسه، هو ما عندوش ثقه في نفسه، فبالتالي فبالتالي في غيره جامده جدا شديده جدا على مراته، وما فيش ثقه. ايوه هو عنده بيسقط دلوقتي اللي هو عنده، المرض اللي هو عنده داخلي، فهو بيسقطه على الاخرين. لا اصل انت مش عارفه الناس ايه، اصل انت مش عارفه الناس ايوه ماشي، ما انا عارفه. طب عرفني وانا هتعامل زي بالزبط. ما انت ما بتقول، لكن مش هو حضرتك على ولا حاجة. هو النقاب ولا هو ده، مش على حاجة. هو لازم حتى هو يتعامل معاها هي كويس، مش مهم تتعامل مع الناس اللي بره. يعني هي بيقول لك ايه، حتى مع اخواتها لا ما تهزريش، ده دول اخواتها. لا طبعا مع قرايبها، مع يعني وهي بتقول لك انا بتكلم عادي وبهزر عادي، يبقى اقل عدم من ثقة في اقل النفس. من العادي كمان، عدم ثقه في النفس. يعني هو مريض كده، هو عنده عدم ثقه في نفسه. عدم ثقه في النفس ممكن يعالج، ممكن يبقى فيه استشارات برضو، يقدر حد. ما هو بيقول انا هو مش غلطان، عارف ان في عنده حاجه، انا بعتذر وهتغير، وهو ما بيتغيرش، هو مش عارف ان في هو مشكله، هو مش مقتنع اصلا بس غلط. هو عارف ان ما فيش مشكله عنده، هو بيقول لها كده من باب ان هو عايز يرجع وخلاص، لكن في النهايه هو في عنده مشكله لازم هو يحلها. مشكله داخليه هو لازم يتعالج هو نفسيا، نفسيا لازم. مش هو عيب لازم. على فكره لا مش عيب، عيب. احنا كلنا الواحد لما رجله احنا كلنا مرضى نفسيين يا استاذه امل، يعني احنا هنكذب، احنا كلنا مرضى نفسيين، بس في درجات، في حاجات معينه. ايه المشكله ان انا لما احس ان انا غلطان في حاجه، او ان انا عندي حاجه تعباني، تعب بيتي، تعب حياتي، ان انا اروح اتعالج منها، اروح اتكلم مع حد. المكاتب الاسريه كمان ممكن يقول له، يعني بالكلام معاه ممكن يقول له انت ايه المشكله، يعرف المشكله عنده. قد يكون هو كان مثلا متزوج من واحده قبلها، فكان في مشكله في الحته دي، او في حد في الاسره، فيعرفه ان مش كل الناس زي بعضها. صح، ان لا اديها الثقه، ولو في حاجه نقدر نعالجها. طب دكتور انا هقطع كلامك بس وناخد اتصال وبعدين نكمل كلامنا. ام الاء، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلم الدكتور بعد اذنك. اتفضلي بس استاذنك تعالي صوتك شويه. كلم الدكتور بعد اذنك. اتفضلي. يا دكتور انا متجوزه بقالي 11 سنه، معايا 4 اطفال، حامل في الشهر الثامن. ربنا يعوضك. حصلت مشكله بيني وبين جوزي من يوم 27 رمضان، فقال لي تحرمي عليا زي امي واختي 3 مرات في نفس الوقت في اليوم دوت. وطبعا مشاني من البيت وخد ولادي، وجيت بعد كده حصلت قعده وانا قعدت في البيت، بس هو رافض وجودي في البيت. يعني هو مشي مش عايز يقعد معانا. حاولت معاه كتير ان هو يرجع لما جه يشوف ولاده، وطيت على رجله بوستها عشان يرجع في وسطينا، رافض وجودي خالص. السبب الاساسي يا استاذ انا اللي غلطانه. طيب انت بعد ما اعتذرتي هو كان رد فعله ايه؟ نعم، رد فعله بعد ما اعتذرت، رد الفعل بعد ما انت اعترفتي ان انت غلطانه واعتذرتي كان ايه؟ مش عايز، مش عايز يرجع. مشكله في حته التسامح، انه مش قادر عايز، مش عارف يسامح. يعني لا مش راضي.
طيب مفيش حد يتدخل تاني يعني يقول له ادي فرصة تانية حتى ايا كان الخطأ؟ رافض اي حد يتدخل، فبحاول اخلي ولادي يكلموه، وبنتي طلبت منه ادي ماما فرصة تانية. ولادك كبار؟ 9 سنين و8 سنين. طيب عليكي بالدعاء ان ربنا يهديه. صلي وادعي ربنا، ربنا يهديه. ربنا كتير فعلا. قال ادعوني استجب لكم، وصدق الله، ادعوني استجب لكم، وربنا اللي قال سبحانه وتعالى، فادعي له بالهدايه وان يصلح حالكم ويالف ما بينكم ويصلح ذات بينكم. ان شاء الله ربنا يعني هيهديه للرشد، وهيحس ان هو فعلا لازم يديكي فرصه ثانيه، وان شاء الله ترجعوا احسن من الاول. طب يعني انا ايه اللي المفروض اعمله معاه تاني؟ انا حاولت معاه وطيت على رجليه وسطها. ما فيش حاجة. هو هي المشكلة كبيرة قوي، يعني الغلط كبير قوي ولا غلط عادي؟ بس هو اللي مكبر، بيحب يكبر المواضيع. لا يعني هو انا غلطانة، ومش، لا مش هو مش مكبر، هو دي مش طبيعته، هو انسان كويس. طب هو الموضوع على كرامته يعني ولا حاجة ممكن تانية؟ شوية على كرامته. احيانا الزوجه بتلاقي الزوج، بصي انا هقول لك، على حاجه، مواقف كبيره يعني بصي يعني عن تجربه في الحياه يعني. انا هقول لك على حاجه، هو لو بيحبك فعلا يعني، لو في حب لسه، وفي هو اي راجل ساعه الزعل والعصبيه والغضب بيقول اي حاجه وبيعمل اي حاجه، بس لما بيقعد مع نفسه شويه كده مع الوقت يعني، اديله وقته، اديله وقته شويه ان هو يقعد مع نفسه ويستريح نفسيا، وحاولي مره واثنين وثلاثه، بس صدقيني ان شاء الله باذن الله هترجعوا. بس هي لان هي خلاص كده، هي يعني انت عملتي اللي عليكي، وانا بشكرك جدا ان انت اعترفتي ان انت اللي غلط، وان انت اعتذرتي، وان انت عملتي، لان في ناس كتير بتتكبر انها تعتذر وتعترف يعني بغلطها. الله سبحانه وتعالى بيقول كل بني ادم خطاء، بالظبط يعني احنا كلنا خطائين. فيعني انت بجد انا بشكرك جدا، وبدعي لك ان شاء الله ان انتوا ترجعوا لبعض، وادعي ربنا وصلي، وان شاء الله ربنا يجمع بينكم تاني علشان ولادكم، علشان يعني طيبه قلبك بصراحه يعني. ان شاء الله ربنا ييسر لك الخير ان شاء الله. شكرا ليك يا ام الاء. طب هناخد اتصال تاني يا استاذ عمر، وبعدين نرجع نكمل. استاذ علي، الو. الو، لو سمحت انا كنت عايز اعرض المشكله بتاعتي. اتفضل. ماشي. انا كنت من 5 6 سنين متجوز، الجواز المره الاولانيه، وحصلت شويه مشاكل كده، عدم المشاركه والكلام ده، وبعد كده ارتضينا ان هي تقعد وتنتبه لذاتها وتقول له وظيفتها ما فيش مشكله، وبعد كده حصل الطلاق وكان بيننا واضح. معلش يا استاذ علي، هو انت اتجوزت في الاول، وسبب المشكله ان انت قلت لها اقعدي في البيت ما تشتغلش؟ لا، انا قلت لها انتبه للبيت، يعني تروح الوظيفه بتاعتها، بس عاوزين اكله. تنتبه للبيت ما تشتغلش كويس. عشان كانت تدي دروس وحصص بره، وتقعد ثلاث ارباع اليوم. هي مدرسه يعني. وكنت انا برضو اقعد اكل في بيت ابويا، وحصل مشوار الحمل بعد شهر واثنين وثلاثه، وبعد كده حصلت انفصال، وطلبت الطلاق وخدت دائبه ومؤخره. طب انتوا كنتوا متفقين على ان هي تشتغل قبل الزواج ولا؟ لا، ما انا مش معارض مشوار الشغل، تشتغل وتروح مدرستها لغايه الساعه 2 الساعه 1. انت معترض على الشغل طول النهار والوقت كله اللي بره البيت ده؟ حصص. احنا كنا عايزين يوم او اثنين، عشان كنت لسه عريس جديد. اكله كويسه، قاعده، تمشي، نتفسح ونروح اسكندريه، الكلام ده من 5 6 سنين. طب هي بتشتغل الدروس الخصوصيه دي ليه برضه يعني؟ مش يمكن الظروف يعني الحاله الماديه ان هي بتساعدك او كده فبتعمل بتشتغل؟ لا، ما كنتش ترضى تدي اي فلوس. لا، ما كنتش اقرب على مرتبها ولا اعرف مرتبها هي ولا الدروس. يعني هي بتشتغل فلوسها لنفسها، ما بتساعدش حضرتك خالص في البيت؟ الدروس. وانا ملتزم بالبيت، بس هي كانتش لا تطبخ ولا تعمل، وكانت تاكل عند امها افطار غدا عشاء، وتروح بعد المدرسه تدي حصص في الشقه بتاعت امه، وحصل مشوار الطلاق، وحاولت ارجعها تاني رفضوا، وبعد كده قعدت سنه ولا اثنين على اساس يعني يحصل جواز، وواحده ثانيه اتجوز، طلع كلام كثير، ده ياسر، ده فلان، ده بخيل، ده فلان كذا. انت تزوجت تاني؟ بعد هو انت رحت، انت عم كنت عايز تتجوز تاني، وهي راحت اتكلمت عليك كلام مش كويس؟ رفضت. حاولت ابعت ناس كثيره وعلى اساس ترجع وتنتبه لبيتها واكلها وشربها والشغل، تشتغل 3 4 ايام في الدروس والكلام ده، وتروح مدرستها عادي، بس تنتبه يوم او اثنين مثلا، تعمل طبخه كويسه، صينيه بسبوسه، قاعده
نتمشى شويه، نطلع ونتمشى ناكل وكلات الكلام ده يعني. بس وتمشي الحياه، لقيتها رفضت الوضع ده وكانت حياتها ماديه شويه وتشتغل في شقق واراضي وكلام زي كده وما رضيتش ترجع. دخلت في مشوار جواز وجوزت وقعدت سنتين ثلاثه وبرضه الثانيه طلبت الطلاق مني. طب الثانيه طلبت الطلاق ليه؟ طيب ايوه. اول حاجه حصل حمله وبعد كده توفى الواد بعد سنه. كان يعني في الشهر التاسع اتوفى. حاولنا نقعد سنه واثنين يحصل حمل ثاني ما فيش. حاولنا نعمل جمعيات وكلام زي كده واروح عملت لها عمليات واكياس وكلام زي كده وبعد كده برضه ما حصلش حمله وطلبت الطلاق اخر ثلاث شهور. قالت لنا مثلا كنيسه السلم مش عايزين نسلم السلم. طب مشكلتك الاساسيه ايه دلوقتي؟ مشكلتك الاساسيه هي لقيتها بتتلكك وتجوزت قبل العده وتجوزت قبل العده باسبوع وعقد وكلام استاذ علي. استاذ علي هي يعني ايه اتجوزت قبل العده؟ يعني ده قانونا ما ينفعش يا استاذ علي خالص الكلام اللي انت بتقوله ده. المجنون كتب لها بتاريخ يعني بعد اسبوع او اثنين من اخر شهر كانت عامله عمليه وسالها عدى عليك كم شهر؟ قال لها ده شهرين ونص وطب ما فيش اي حاجه وراح كتب لها بتاريخ يعني اجل يعني بعديها باسبوع او اثنين. دي الزوجه الثانيه؟ دي الزوجه الثانيه يا استاذ علي؟ الثانيه بس دي الثانيه يعني اخر شهرين ثلاثه مشوار غسيل مش هغسل مشوار كنيسه مش عايز اكنس خبيث. قلت لها طب ما نجيب واحده ندوها 50 جنيه طب معلش يا استاذ علي هي مشكلتك ايه اللي انت عايز تقولها لي؟ يعني انت عرضت مشكلتين دلوقتي. انا عشان دخلت في مشوار جيزه ثالثه برضو اتلقتها وزوجه ثالثه بخيل ومطلع عليها كلام كثيره وما كان مش راجل ومش بيصرف وما بيعملش. دي الثانيه اللي قالت الكلام ده؟ وكل ما حد يروح يسالها الناس اللي انا بخطبهم تروح موقفها المشوار. نبهت على ناسها ونبهت على رغم هي طلعت مش طب استاذ علي معلش يعني هي الثانيه راحت قالت للثالثه ان انت يعني فيك كل العبر صح كده؟ الثالثه صدقت الكلام؟ قعدت سنه كامله في مشوار خطوبه ويتفركش المشوار. طب انت عايز ترجع للاولانيه ولا ايه؟ انا هي طلع ما زعلناش واخده تعبها ومؤخرها ونفقت المتعه واخده كل حاجه. يعني عايز يرجع للاولى؟ طب انت بقى طب انت دلوقتي عايز ترجع للاولى ولا للثانيه؟ ولا التالتة؟ التانية اتجوزت خلاص والأولى ما رضياش وبتربي الواد وما رضياش يرجع. يعني الأولى مش عايزة ترجع والتانية اتجوزت، التالتة؟ التالتة لسه أنا الحمد لله بعد سنة كاملة يعني كل ما يروح الناس يفركش المشوار ده. الحمد لله دخلت لي دلوقتي شهر ولا اثنين ودخلت في مشوار جواز والحمد لله. طب حاول تحافظ على التالتة طيب. بس أنا عايز أعرف ليه بتعمل الأولانية كده والتانية؟ لا أنا لا زعلتها ولا ضربتها ولا عملت اي حاجه معاها وهي كان في دماغها مشوار الجواز. هو انت شكلك طيب انت بس طيب بزياده وحظك وحش يا استاذ علي معلش يعني انت من الناس النادره اليومين دول يعني مش موجودين. يضربها ويشتمها وكذا مره تزعل وتتضرب فبيقولوا عشان مش مرتاحه هو طيب بس استاذ علي انا شايفه ان انت عندك دايما قبول للجواز يعني الاولى في الثانيه في يعني عندك كده روح. خلينا في الحته الاولانيه اللي هي الزوجه الاولى يعني لو انا ظلمت استاذ علي الزوجة الأولى للحياة وإن الواحد مهما حسيت ده حلو ده حلو ده أنا مبسوطة مش زعلانة يعني. لا الزوجة الأولى ما خلاهاش تشتغل عدم ثقة بينهم ولا إيه بالظبط؟ لا هو الزوجة الأولى ما خلاهاش تشتغل علشان هو عايز يعني يبقى في وقت لبيتها وليه وكده يعني ده حقه كزوج. يعني هو ده ما كانتش بتقدر توفق بين الشغل وبين البيت. طول النهار يا أستاذة أمل في الشارع مدرسة ودروس وبعدين يا ريتها بتشتغل عشان تساعده. لا هي بتشتغل وتحط الفلوس في جيبها يعني هو ما بياخدش منها فلوس ده على كلامه. ربنا يصلح يعني ده على على كلامه يعني. انا بشكرك يا استاذ علي على اتصالك طبعا ويعني انا مش انا متعاطفه معاك بصراحه لان بس يعني بس انا مبسوطه طيب. ان هو عنده امل في الحياه هو طيب. عايز يتجوز طيب. يعني الاولى الثانيه الثالثه يعني ممكن يدخل في الرابعه يعني مش لا بس طيب. يعني بس بجد والله يا دكتور حاجه يعني تزعل يعني ما هو برضو كده في غلط على الزوجه الاولانيه لان هي اللي خربت البيت. ايوه طبعا هم كانوا متفقين يعني ان هي هتشتغل هتشتغلي في المدرسه مدرسه لحد الساعه 2 يعني ايه تنزلي من الصبح ترجعي بالليل هتقعدي مع اولادك ازاي مع جوزك ازاي؟ لا الراجل ليه حقوق طبعا لا هي يعني في جي هي غلطانه بس كان المفروض مش الطلاق.
يعني مش اول بقى ما خلاص هي احنا هي مقصره وبتاع روح عند بيت اهلك وخلاص كل واحد يطلب الطلاق، لكن كان ممكن نقعد وندخل حد من الكبار طالما احنا مش قادرين ما احنا هي مش راضيه ترجع. لا في الاول قبل ما يوصل قبل ما يخرج بره البيت. ما هو يمكن ما بقول لك وانا كلمتها مره واثنين وثلاثه وصلوا للطلاق وبعد كده قعدوا ناس وبعت لها الناس لا مش راضيه. طب انزلي ثلاث ايام ثلاث ايام وبقيت الاسبوع في البيت. لا هي مش راضيه. ربنا يعوض يعني ربنا يعوضك خير باذن الله يعني ان شاء الله. طب هناخد اتصال تاني. منى الو. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك وللدكتور ربنا يبارك فيك. تحياتي ليك يا منى وبشكرك على المتابعه للبرنامج. ربنا يخليك. انا كنت عايزه اقول اسال الدكتوره يعني احكي لها مشكلتي وكده. اتفضلي. بصي انا اتجوزت من 4 سنين، جوزي ما يعني ايام الخطوبه ما كانش بيسال ولا بيجي ولا كده، بس هو الجواز جه نصيب يعني. فلما دخلت بيت عيله لقيته شخصيته ضعيفه. اخته كل ما تكلمني تقول لي الست لمت ورقه ملهاش اي اهميه في البيت. تقول ايه؟ فانا كنت مفاجئه يعني مش مصدقه ان في نوعيه من الناس يعني الست ليها تقديرها في بيتها. طبعا بيحصل مشاكل بيني وبين يعني اهله وكده، فانا اتجنبتهم ما بكلمهمش. يعني هو يعني معلش يا منى هو ما بيقدركيش قدام اهله يعني، ولا هم اهله اللي ما بيقدركيش؟ لا اهلي اللي ما بيقدرونيش. اهلك اللي ما اهله اللي ما بيقدركيش. اه من النوع اللي هو بيسرف، فهم اتعودوا ياخدوا الفلوس بتاعته ومش عايزين يبقى له بيت ولا زوجه ولا كده، عايزين في عينات كتير كده يا منى. في مثل شعبي بيقول اللي بيقول لمراته يا عوره الناس تلعب بيها الكوره، بالظبط. واللي بيقول لمراته يا هانم الناس تقف لها على السلم، بالظبط. فهو لما يقلل من قيمه مراته او زوجته قدام اهله بالذات كمان قدام اهله، فطبعا هم مش هيحترموها كمان ولا هيتعاملوا معاها. فهو لازم انت اللي تقعدي معايا منى وتقولي له انا كرامتي من كرامتك. لا بس هقول لك المشكله، احترامي من احترامك يعني منى. هي المشكله ان هما عدم تقديرهم ليكي، وتاني حاجه ان هو قبل ما يتجوزها كان بيصرف على اهله، لما جه يتجوزها يصرف برضه. ما فيش مشكله ما يصرف يعني. ما هو كده يعني هو هيصرف على اهله ويصرف على بيته، فطبعا الاهل عايزين برضه زي لو الاول. لو كانوا محتاجين وهو بيصرف وهو عارف ان هم محتاجين، ايه المشكله ان هو يصرف؟ بس يبقى في بالانس توازن بينهم بين بيته وبين احتياجاته. منى انت لسه معانا على التليفون يا منى؟ اه معايا حضرتك على التليفون. تمام. لا هو تمام. يعني المشكله مش يعني اخته ليه اخوات بس يعني مامته بابا ليه اخته ليه كام اخت؟ لا لي اختين، واحده متجوزه واحده منفصله، فالمنفصله دي نفسها تخرب البيت كله. طب ممكن يعني ما تركزيش معاهم يعني. يا منى ممكن ما تركزيش معاهم وركزي على زوجك، ركزي على بيتك، ركزي على حياتك، على سعادتك. حاولي ما تركزيش معاهم، حاولي كده. لان دول عايزين يخربوا البيت. بيقولوا ايوه حتى ما تديهمش الفرصه ان هم يعملوا كده. لا احيانا بيكون حب وخوف على ابنهم او اخوهم، فهم أو غيرة. شايفين أو غيرة. أو غيرة. يعني غيرة. أنا بقى أحبذ إن هي بتبقى غيرة 90%. أيا كان السبب ماليش دعوة بيه. هقول لحضرتك حاجة، هي منفصلة مرتين. أيا كان أيا كان يا منى. منفصلة مرتين، فبالنسبة لها يعني صعب إن واحدة يعني تبقى في بيتها يعني غصب يعني عنها. زي ما أنتِ قاعدة في بيتها. أكيد غصب عنها برضه. أكيد غصب عنها يا منى. طيب يعني انا عندي راي منى، يعني انا عندي راي ما تركزيش معاهم خالص، وخليكي انت في علاقتك بزوجك. خلي الكلمه الطيبه صدقه معاهم، اذا قالوا لك كلمه يعني ردي برضو بكلمه طيبه، لغايه لما يعرفوا ان انت فعلا انت كويسه ويقدروا يدوكي. يا استاذه امل يا استاذه امل، هي بتقول لك بقى لها 4 سنين بالمنظر ده. ما هي مركزه معاهم، هم اختك قالت امك قالت، ما هي مركزه معاهم. ما هم متداخلين في حياتها وما بيقدرهاش. ما هو مشكله الزوج هنا بقى. ما هي دي مشكلته، ان هو شخصيته ضعيفه مع اهله، وان هو مش عارف يفصل بين الاهل وبين مراته. هي بقى تركز، ما انا بقول لها ليه ركزي بقى في يعني حياتك. يعني هي ما تركزش معاهم، بس هي تقعد معاه وتتكلم معاه، لان اكتر من كده يعني اكتر من 4 سنين بعد كده هتبقى صعبه. هي عليها يعني. انا كمان عايزه اقول لها، هي ليه سكتت 4 سنين؟ يعني هي سكتت 4 سنين ليه؟ هي من الاول لما لقت الوضع كده والله العظيم يا استاذه امل، هي من اول ما لقت الوضع كده كانت قعدت واتكلمت وعملت وقفه ان الوضع ده لازم يتغير. هو لازم فعلا. ليه تسكتي؟ سكتي مره هتسكتي طول عمرك. هو الاهانه ما لا تسكتيش. لا بالظبط. وعدم التقدير لازم يكون في فعلا يعني لازم يبقى في وقفه، لان انت كرامتك من كرامته. لو هو مش عارف يحافظ على كرامتك صدقيني مش هيحافظ عليها بقيه عمرك كله.
فلازم يحافظ على كرامتك، لازم يبقى عنده شخصيه. بنرفض الاهانه وبنرفض عدم التقدير. اه طبعا بنرفض، استاذ ما حدش بيحب يتهان. وليكي اخلاقك وليكي حياتك، وطالما هي صينه ومحافظه عليه وبتحبه، طب انت ليه ليه بتعمل كده؟ اديله تليفوننا نكلمه. يعني انا مش عارفه يعني اقول لك التليفون بتاعنا، بس لا اعملي وقفه يعني. بص ما تركزيش معاهم يعني، واعملي وقفه لان يعني دي ده حقك عليه. او كلميني يا منى، خدي من الكنترول تليفوني، ممكن نكلموه نعملوا اي حاجه بحيث ان هو يفهم الصوره صح، وازاي يعني يحافظ يعني على الاقل يعرف هو غلطان في ايه. يعني اساء في ايه، لو استمر ممكن يخرب البيت. لو استمر ما كده هيتخرب وكده، وعدم تقدير. في اهل، في اهل بتساعد على خراب البيوت، فهو خلينا واقعيين. وفي اهل بتعمر البيوت، دي من الواضح ان الناس دي عايزه تخرب بيت ابنها. هم قد يكون بلا وعي. ما هو ده بلا وعي او جهل. بلا وعي او جهل يعني، لا بلا وعي او جهل. يعني لان مش ممكن ان انا خالص. ما هو مش ممكن ان انا عشان بغير على ابني وخايفه عليه ان انا اخرب بيته. لا طبعا. يعني في، ما كنتيش خليتيه يتجوز من الاول، كنت خليتيه قاعد جنبك. في ناس بتبقى بتجوزه وعينها فيه يعني. لا خلاص كنت خليته جنبها يصرف عليها وياكلها ويشربها ويرعيها وخلاص. مش لازم يتجوز، لكن يتجوز ويتعب ولاد الناس ليه؟ ده طبعا ده ما يرضيش ربنا يا جماعه خالص على فكره. هناخد اتصال تاني يا استاذه امل. اتصالات النهارده ايه؟ ان شاء الله. مش عايزه اقول لك. الو الو، مساء الخير. مساء النور. انا شاكر جدا لحضرتكم وعلى البرنامج المبهج دوت، اللي بيدخل الفرحه للازواج والزوجات، واتمنى ان هم من خلال البرنامج يبقى في وعي اكتر، بدل المفروض يكون في حب بين الاسره. انا استاذن بس أنا حضرتك اتشرف باسم حضرتك. انا اسمي هاني. استاذ هاني. ايوه اهلا بيك يا استاذ هاني. طبعا انا بشكرك جدا على يعني على تقديرك للبرنامج بتاعنا، ويا رب نكون بنقدم حاجه كويسه بتخلي كل واحد يعني في وعي وفي مصداقيه في الموضوع. يا رب. هو بس انا بعض الايام اللي احنا فيها دي، يعني اعتقد ان الازواج بيمروا ببعض الضيقات الاسريه او الحياتيه في عمل في عملهم. فده ممكن بيسبب اختلافات في الحياه. من ضمنها العبء اللي بيبقى بيواجهه الراجل والزوجه من ضغوط الحياه. فبيسبب في بعض الحاجات في الايام العاديه، يعني بتسبب اختلافات بين الزوج والاسره. والراجل، انا بالنسبه لنا ساعات بلاقي زوجتي مثلا لما بطلب منها شيء بلاقيها بتصم، يعني امشي اروح شغلي فلاقيها لا انا هرجع وهتلاقي اللي انت قلت عليه ما اتعملش. يعني بقى لي 10 سنين متجوز معايا ولدين. تمام. كان معايا ولد، كان معايا ولد برضه بس ربنا افتكره. اللي بتقول له حاضر وما بتعملش. يعني هي بتقول لك حاضر على اي حاجه وما بتعملهاش في الاخر. لا بتفضل تقول لي تتحجج لي انا ما قدرتش انا ما عملتش. طب احاول فعلا. يعني هي بتعند معاك، بتبقى قصدها انها تعند معاك وما تعملش الحاجه اللي انت عايزها او حاببها؟ ولا غصب عنها هي تنفذ اللي في رايها. طب اقولها ليه؟ يعني هي بتحب تصمم على رايها، يعني عايزه يبقى ليها شخصيه بس هي بتنفذها غلط. لا انا بسيب لها حريه التعامل في الشقه، ان هي تقضي حاجتها واجباتها. طيب كويس. فكل طلباتها بقول لها اتفضلي. ده طبيعي يعني، ده طبيعي. ما ده وضع طبيعي ان الست هي اللي بتبقى مسؤوله عن البيت والاولاد يعني. في مشكله سببتها لي، ان هي حسستني عدم، يعني حسيت بعدم ايه، ده لما كل ما اشيل قرش في البيت ما لقاهوش، كل ما ابقى شايل فلوس في البيت ما لقاهاش. فلوس؟ خليت لي الفكره عشان انا الفكره اقدر اتعامل معاها بيها. يعني خليت لي الفكره اللي انا خلاص انت شلت قرش، شلت فلوس، انا هاخدها من بعد ما انت تنزل. حتى حصل موقف فبقول لها ليه؟ طب انت بخيل يا استاذ هاني ولا هي اللي مسرفه؟ هو انا مصرف هي مدبره. انت مصرف هي مدبره. انا مصرف يعني اي طلبات يعني اي حاجه. طب يعني هي بتاخد الفلوس تحوشها لك، هي مش قصدها حاجه يعني. لا ما هي انا بقول لها طب ليه بتعملي كده؟ ما انت اللي بتطلبيه بتاخديه، طب بتعملي ليه كده؟ وانا ما الفلوس موجوده زي ما هي في الدولاب. طب ليه ما تيجي ايدك من غير ما تقولي لي؟ طب هي ممكن تكون بس خايفه تروح تتجوز ولا حاجه من كتر الفلوس يا استاذ هاني، فهي بتاخدها وتشيلها لك. بشكرك على اتصالك جدا وعلى متابعه برنامجنا. سريعا كده يا دكتور، ايه النصيحه اللي تقولي لها للزوجين
لعدم فقد الثقة بينهم؟ الصدق والصراحة بينهم لازم تكون أول حاجة، لازم كل واحد يكون عنده جزء من التسامح أو تكون سمة من سماته التسامح، لأن البيوت هنلاقي الإنسان طالما هو إنسان هيبقى فيه أخطاء من الزوج أو من الزوجة، فنبدأ بعد كل في دروب حصل في حياتنا نبدأ نقعد ونعمل حوار زوجي، وده ليه شروط ان احنا حتى بلاش نقعد في البيت او نقعد في البيت بعد الاولاد ما يناموا ينزلوا او يتمشوا في الشارع قبل الحظر في اي مكان، نقعد ونتكلم في وقت محدد ونحدد صح. الموضوع والمشكله صح. اللي احنا عايزين صح. نعملها اللي احنا نحلها، وما نحاولش نتطرق من مشكله لمشكله، هي المشكله دي كل ما يجي نطلع بره عن المشكله نرجع تاني لنفس المشكله لغايه لما نحلها. احنا هنتكلم في دي صح. ولازم لما يتكلموا يكون في وقت كل واحد فيه عنده استعداد انه يتكلم ويصلح، ما يجيش في وقت هو جاي من الشغل تعالى انا عايز اكلمك في الموضوع، لا صح. او يكون الاثنين رايقين وفاضيين وهكذا، يبقى اي مشكله ممكن تحل. كل مشكله احنا بنقول لهم كل مشكله ليها حل ايا كانت هذه المشكله، فكل مشكله ليها حل. لو انت وهي مش عارفين تحلوها ممكن حد من اهلك حد من اهلها بالزبط. يدخل، بس يكون عنده حسن النيه يعني ونيته خير مش نيته وحشه، ايوه ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ما كانش يبقى فيه مكاتب اسريه، ما كانش يبقى فيه شيخ مثلا كويس او استاذهم او مدرسه، اي حد ممكن يحلها. بشكرك او في النهايه ممكن يكون بشكرك جدا يا استاذه امل، وبشكر وجودك معانا والمعلومات اللي اضفتيها لنا النهارده في الحلقه، شرفتينا ونورتينا. استاذه امل حسن شعبان استشاري اسري وخبير التنميه البشريه وكاتبه في التنميه البشريه، بشكرك جدا استاذه امل. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، وبشكر كل زملائي في الكنترول والاستوديو، وبشكر عم علي صوت، وبشكر مخرجنا الجميل تامر، وبشكركم. كنت معاكم شيرين شاوي.